غام فيروز من وسط البلد بصل خرافية ستي لليوم بلشت. موضوعنا مختلف ومميز، رح نحكي عن عادات الحنة أيام زمان كيف كانت وكيف كانوا يحنوا العروس ويجبلوا الحنة وشو الأغاني اللي كانوا يغنوها بالتقاليد القديمة. يا لمي يا لمي شدي لجراميلي وطلحت من البيت وما ودحت ناديلي. سلمت أمك خالته. حبيبتي الله يسعدك. دائما أول وأهم سؤال بنسأله، كيف كانت الحنة أيام زمان؟ كانت أيام قبل الله صلى على سيدنا محمد كنا نجبلها بالفخارة هاي. طبعا الفخارة هاي عمرها 60 سنة. 60 سنة قبل ما أتجوز أنا ب30 سنة. حضرت ثنتين إجني من صاحباتي، كنا نجبل الحنة نديره بالفخارة هاي ونقضب مية، لا بقى نحط عليه قهوة ولا شاي ولا إشي زي اليوم. كنا نجبله بيدينا اليمين ونقضب بإيد العروس، نملس المحنة زي هاش وإحنا نحني بيها طبعا نغني لها وتكون مجموعة كثير كثير كبير يعني، وبس نكمل من هون الحمد لله رب العالمين، من هون نعمل لها حزوز من هون مناظر، مش زي اليوم تنقيط وأحرفها. لا زمان ما كانت هاي لا الأشياء. لا ما كان. طيب الحنة أيام زمان كيف كانت الجمعة، كيف كان يترتب إلها؟ كانوا مثلا عرس البنت مثلا بكرة قبل بيوم نعمل لها حفلة، والحفلة كانت جميلة كثير كثير، والكل وإحنا نحني بها الكل عيط يعني تعز على البنات اللي تفارقهم. طيب اليوم بدي تفرجيني كيف كانوا يجبلوا الحنة وإحنا منجبلها، تحكي لي شو كنتوا تغنوا وانتوا بتجبلوها؟ كنا الحنة نقول والليل يحن العرايس يا لطيف والطف واستوى ورد الجناين يا محمود واقطف. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا أيام زمان كانت هيك شكلها؟ لا. كيف كانت؟ كانت على الكيلو تنباع، كانت تنباع بحنا بظروفها تبعات ورق ونديرها بالمعجنة هاي، إذا ما فيش معجنة بكون أي إشي، المهم إن نجبلها بدينا ومي باردة وبس؟ بس كنا بالزمانات تحنينا أمي وإحنا صغار، يصبح عيد يكون عيد بالليل تحنينا أمي وتربط عدينا شرايط، الصبحيات تفكوا عنا دينا أمي الشرايط يكون ناشف، تغسل ايدينا امي وتجيب ريح الزيت زيت عادي وتدهن ايدينا بالزيت بيخلي الحنه يبلغ بالاظافر وبالايدين، كان يقعد اظافرنا الحنه 10-20 يوم والله. كل ما طول الاظافر الحنه يسحب بعدين ما يضل الحنه. كانت علامه جمال البنت، كانت علامه جمال، كنا نتباهى بالحنه ولغايه الان احنا نتباهى بالحنه. كيف كنتوا تتباهوا فيها بين بعض؟ كنا نتباهى فيها انه مين بلقط اكثر، مين يعني انه مثلا امه انه غالي على امه، انها امه بتحنيه بالعيد، الصبح اذا صبحنا وما فيش حنه بدينا نستحي نروح على المنادمين، يعني كنا نتباهى بالحنه. لما كنتوا تستخدموها للشعر ويستخدموها النسوان للشعر، كيف كانوا يستخدموها؟ كانوا يحطوا قهوه قهوه مره او شاي مر وكانت تصبغ كثير كثير، يصبح شعر الانثى احمر احمر زي الجمر، يعني كان يعني هسه يعني قد ما نعمل حنا مش زي حنا الزمان. كيف كانوا يجبلوها؟ بس مي؟ بس مي، حط بسم الله بسم الله. والليل يحن العرايس يا سلام سلم واستوى ورد الجناين يا عمر تكلم. شو الجهاز اللي بيطلع معاها من بيت اهلها؟ طبعا يا حبيبتي زمان اول مش يعني لبس لهالدرجه، فيش لبس لبس كله مدارك وتمطرزه فساتين هنا مقصبه حلوه. انا بالنسبه لي لحقت فساتين امي، باقي بالزمانات كله يلبس قصير مش والله. طويل قليل كان تحدي. حلو كان حلو مرتب، بقول احنا لبسنا فساتين امي الله يرحمها. هيك صارت جاهزه لحنه العروس؟ لحنه العروس. وبتاخذوها بنفس الصحن للعروس؟ للعروسه بس بتكون داير ما يدور مزين بورد، ورد ما بقاش يطلع دوري، بقى يطلع ورد ياسمين. نلقط حبه الياسمين زي هيك اللف هاي داير ما يدور، ونسوي زي قلب حبيها زي منظر بعد ما نملسها زي هيك، ونزم الحلو، الحلو حوالي 7-8 أشكال للعروس. شو كان؟ كان حامض حلو، كان تحتبان. كان حلو قديم، هسه لونه زهري واحمر اخضر، بس حلو جنن، اسكى من حلو اليوم. اسكى. اسمه تحتبان. انت شو بتتذكري من حنتك؟ انا تجوزت قبل 30 سنة. حناني اخوي. حناكي اخوك؟
كان عادي لاخوانهم اللي حنوا اخواني كيف حناني كانوا عندي مليان الدار عنا قبل بيوم وحنون وظلت امي حوالينا وخواتي واخواني والكل عيط والكل هذا وبعدين انا اكثر واحد تدللت عند اهلي طولت تجوزت 30 كم كان سنه عمرك؟ والله 30 بعد احترامي للسامعين اللي حاضرين والغايبين اقول هذا خام وهذا مليء وانا قد ما انا غالي عند اهلي ما بدي اطلع من عندهم مدلل عند اهلي كثير كانوا اهلك عادي يرفضوا العرسان انا خطبت مرتين انفصلت عشان ابوي وامي ليه بديش اروح عنهم قد ما انا مدلل انا تبنتت عند اهلي اكثر وحده بخواتي جوزت اللي اصغر مني 4 أو 5 جوزت هسه احنا جبلنا الحنه بدنا ناخذها للعروس عشان تيجي ونحنيها بدي تغني لي بالضبط شو كنتوا تغنوا لها واحنا رايحين بالحنه لإلها باي محمد فازي حيلك وضيوفك محنا لا غيرك ضيوفك محنا لا غيرك باي محمد يا المسمى ردوا خلي القومي عنا باي محمد يا الامين لمي يا لمي وشدي لي عليم وادع والليلي عندك وبكرة الصبح منيت ودع والليلي عندك وبكرة الصبح منيت ودع شو الثوب اللي كنتوا تلبسوه هيا؟ الثوب اللي كانت تلبسه العروس الخلقة 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 وإحنا كنا نلبس مدارج شو ما في مدارج عنا حلوات وجميلات الكل يكون لابسه ومتزوج بتحبي تلبسي فستان العرس اللي متعودين عليه اليوم ولا الخلقة؟ هلا انا بحب الخلقه وبحب التراث وممكن اعمل انا بحنتي مستقبلا فقره البس فيها الخلقه بعدين بلبس الفستان المحدث هلا يعني انت اخترتي توازني ما بين الاثنين انا بحب اوازن لاني بحب التراث وبحب اواكب العصر شو رايك خالتي انا بفضل الخلقه الخلقه لازم التراث القديم ما ينقرض نهائيا انا بالنسبه لي لو هم لكل شيء قديم راح مع امهاتنا وجداتنا انه يرجعوا نتعلم منه شيء جديد ثاني وبعد ما يجي العريس لياخذ العروس اول ما يفوتوا بدهم ياخذوا العروس يقول باي محمد فازي حيلك باي محمد فازي حيلك وضيوفك محنا لا غيرك وضيوفك محنا لا غيرك باي محمد يا المسمى ردوا خلي القومي عنا هاي عين ما يأهل العريس يفوت ياخذ العروس هسه جينا للعروس العروس المسكينه خلص استسلمت ما ضلش بيها بتقول يا ريت ابوي يقول لي باتي باتي يا ريت ابوي يقول لي باتي باتي وانا العزيز انام بين اخواتي وانا العزيز انام بين اخواتي خالتي انا بدي اتشكرك على خرفيه اليوم ورجعتينا لايام زمان وكيف كان الفرح والحنه ايام زمان على اصولها احنا اكيد مكملين معاكم الاسبوع الجاي بخرفيه ستي بقصه جديده ومن محافظه جديده خليكم معنا مديد تحنيها يا سندس مديد تحنيها يا لالا امك ما جا فيها يا سندس امك ما جا فيها يا لالا